مساء الفل على كل متابعين قناة حريريف أفلام. فيلم النهاردة اسمه Purple Heart. الفيلم بيبدأ ببنت جميلة اسمها كيسي، بتكون بتألف أغاني وبتغنيها في المقهى الليلي اللي شغالة فيه مغنية وجرسونة في نفس الوقت. وفي يوم كيسي وهي في شغلها بيدخل المقهى الليلي مجموعة من جنود البحرية، اللي واضح جدا إن كيسي مش بتحبهم، بس بتفرح جدا لما بتشوف فرانك صاحبها معاهم، وبتسلم عليه بكل اشتياق لأنهم ما شافوش بعض بقالهم مدة كبيرة. وبيبدأ فرانك يعرفها على صحابه اللي بيكون فيهم شخص اسمه لوك، وبيحاول يلفت انتباهها لأنه معجب بيها، لكن كيسي بتصده لأنها مش بتحب جنود البحرية نهائي، وبتروح تشوف شغلها وبتقدم لهم الطلبات اللي طلبوها، لكن شاب منهم بيرخم عليها وبيضايقها، فبتتعصب كيسي وبتمشي، وبيروح لوك وراها عشان يعتذر لها بالنيابة عن صاحبه، وبيحاول يتعرف عليها تاني لكنها بترفضه، وبتستأذن كيسي وبتمشي من الشغل علشان تروح تاخد حقنة الأنسولين لأنها مريضة سكر، وبتكتشف إن دواها قرب يخلص فبتروح الصيدلية عشان تشتري دواء جديد. ولما بتكون في الصيدلية بتلاقي إن التأمين الصحي بتاعها مدته خلصت، وإن قدامها حلين، يا إما تدفع فلوس عشان تاخد الدواء أو تستنى لحد ما التأمين يتجدد. لكن كيسي ما كانش معاها المبلغ، وفي نفس الوقت مش هتقدر تعيش بدون الأنسولين، فبتقرر تستنى لحد ما التأمين يتجدد. وفي يوم بنشوف لوك وهو بيجري كعادته، وفجأة بيلاقي عربية بتطرد وبتحاول تخبطه لكنه بيقدر يهرب منها، وبيكتشف ان ده جون اللي كان بيشتري منه الممنوعات زمان قبل ما يدخل البحرية ويبعد عن الطريق ده. لكن جون بيكون ليه فلوس عند لوك وبيبدأ يهدده انه هيأذي وهيأذي عيلته لو مرجعلوش الفلوس في أسرع وقت. وفي نفس الوقت بتكون والدة كيسي عندها في البيت وبتعرف ان بنتها عندها مشاكل مادية ومش بتقدر تدفع مصاريف الإيجار ولا الأدوية، وبتطلب من كيسي تعيش معاها عشان تصرف عليها وتبعد عن مشاكل الفلوس دي كلها. لكن كيسي بترفض وبتقول لها انها هتتصرف وانها بقت تشتغل شغل إضافي عشان تجيب فلوس أكتر، وما بيكونش واضح سبب رفض كيسي للحياة مع والدتها. وفي يوم كانت بتغني في المقهى الليلي كعادتها وفجأة حست بالتعب، وده بسبب نقص السكر في دمها، لكنها بتتماسك لحد ما خلصت فقرتها وراحت أخدت حقنة الأنسولين. لكن الدواء بيكون قرب يخلص وبتفكر هتعمل ايه. فجأة بيجي لها فكرة بس غريبة شوية. تاني يوم بتروح لفرانك صاحبها وبتلاقي ان لوك عايش معاه في نفس البيت، فبتطلب منه تتكلم مع فرانك على انفراد وبيسيبهم لوحدهم. وبتبدأ كيسي تتكلم مع فرانك وبتطلب منه يتجوزها. طبعا فرانك بيستغرب جدا لكنها بتطمنه وبتقوله انه هيبقى مجرد جواز على الورق، لانها عرفت ان اللي بيتجوز شخص من البحرية بيكون ليه تأمين كامل وكمان بياخد مبلغ كويس، عشان كده طلبت انهم يتجوزوا عشان تقدر توفر فلوس لدواها وكمان الإيجار. وفجأة بيقطعهم لوكو بيعرفهم ان ده مش قانوني وان الحكومة لو عرفت انه جواز مصلحة هيقبضوا عليهم. لكن كالعادة كيسي بتحرج لوك وبتقوله ان محدش طلب رأيه فبيسيبهم وبيخرج. وبيروح لوك عشان يدي جزء من الفلوس اللي عليه لجون اللي بيهدده، لكن المبلغ بيكون صغير، فجون بيتعصب جدا وبيهدده بالمسدس. لكن لوك بيقوله انه هيتصرف في المبلغ الباقي قريب لانه عرف هيعمل ايه، وبيسأله بسخرية عن اللي هيعمله، فبيقوله انه هيتجوز واحدة جواز مصلحة وبالتالي هياخد فلوس من الحكومة وهيدفع له منها بقية المبلغ. تاني يوم بيطلب لوك من كيسي انه يقابلها وبيعرض عليها الفكرة، وطبعا هما الاتنين محتاجين بعض فبتوافق كيسي، وبيبدأوا يتفقوا هيعملوا ايه. وبيقول لها لوك انهم لازم يمثلوا انهم بيحبوا بعض جدا عشان ما ينفعش حد يشك فيهم او يعرف انه جواز على ورقه بس، وإلا هيتعرضوا للمحاكمة. بتوافق كيسي وبيتفقوا على كل حاجة حتى ميعاد الفرح. وبيجي يوم الجواز وبيتم الجواز ما بينهم، وبيكون معاهم كل أصحابهم بيفضلوا يحتفلوا بالمناسبة السعيدة دي اللي بتكون سعيدة للمعازيم بس. وبمناسبة ان لوك هيسافر قريب للبحرية تاني، وبيكونوا الاتنين بارعين جدا في تمثيل حبهم لبعض وانه جواز حقيقي فعلا على عكس الواقع. وبيحصل خلاف في الحفلة بين لوك وكيسي بسبب صديق لوك، فبيقوم لوك وبيسيبهم، وطبعا كيسي بتروح وراه عشان تحسس كل الموجودين انها مهتمة بزعله، وبيحضنها لوك عشان الكل يقتنع انهم بيحبوا بعض فعلا. وبيروحوا بعد كده الفندق يقضوا الليل فيه لانها هتكون اخر ليلة لوك قبل ما يسافر للجيش. ولما بيتكلموا مع بعض بتستلطفه كيسي جدا وهو كمان بيعجب بيها اكتر، وبيقضوا يوم لطيف مع بعض. وتاني يوم بتوصل كيسي جوزها للمكان اللي هيروح منه للجيش، وعشان تنجح خطتهم في انهم يبينوا للناس اكتر قد ايه هم بيحبوا بعض. بس الموضوع بيتغير مع كيسي اللي بتكتشف انها حبت لوك فعلا، وانها وقت ما كانت بتمثل انها بتحبه كانت بتحبه بجد مش تمثيل، وانها مفتقدة وجوده جدا.
وبدأت تكلمه وتبعت له رسائل ويتكلموا فيديو كل يوم تقريبا، لحد ما قربوا لبعض وتعرفوا على بعض أكتر. وفي يوم كيسي اتصلت بلوك عشان تطمن عليه، بيقولها انه كان يوم صعب جدا بسبب الحرب اللي بتحصل لكنه كويس، وعشان كيسي تخفف عنه قالت له انها ألفت له أغنية جديدة فطلب منها تغنيها له، وبالفعل غنتها وكانت في قمة الجمال. وعرف لوك انها كتبها علشانه من كلماتها المعبرة، وكمان الأغنية لمسته فعلا هو وكل أصحابه الموجودين وأثرت فيهم جدا. وبعد كام يوم اتصلت كيسي بلوك عشان تقول ان الاغنيه بتاعتها اتشهرت جدا، لدرجه ان في شركات طلبت منها يعملوا حفله وهي تروح تغني فيها، وكانت مبسوطه بنجاحها ومتحمسه جدا، ولوك كان فخور بيها وبيشجعها لانه عارف ان ده حلمها من سنين. وبالفعل كيسي بتغني في الحفله قدام جماهير كتير جدا، وبتبدا شهرتها وجماهيرها يزيدوا، وبيكون ده اعظم يوم بالنسبه لكيسي. وفي نفس الوقت على الجانب التاني بيكون لوك في مهمة خطيرة جدا لكنه مش معرف كيسي، وبتتصل بيه تاني يوم عشان تطمن عليه لكنه ما بيردش. وبعدها بتلاقي رقم غريب بيتصل بيها وبيقولها ان لوك اتصاب اصابة خطيرة في رجله وانهم هينقلوه لبلده عشان يتعالج. بتقلق جدا وبتكون خايفة ومش عارفة تعمل ايه، لكنها قدرت توصل لوالد لوك عشان تروح تقول له اللي حصل وتطلب مساعدته. وبتعرف ان والد لوك مش بيحبه نهائي لانه كان بيتعاطى الممنوعات زمان، لكنها لما قالت له انه دخل البحريه وانه حاليا متصاب بيعرف ان ابنه اتغير وبيقلق عليه، وبيسالها ليه اتصلوا بيها هي ما اتصلوش بعيلته، فبتقول انها زوجة ابنه عشان كده كلموها. بيطلب منها تدخل وبيكون مش مصدق ان ابنه اتجوز من غير ما يكون عارف. بعدها بتروح كيسي ووالد لوك وعيلته كلها عشان يزوروه وبيطمنوا عليه، وبعدها بيسيبوه عشان يرتاح، وكيسي بتفضل معاه. فبيقول لها لوك انها غلطت لما عرفت والده وان والده كان في الشرطة العسكرية، ولو اكتشف انهم متجوزين مصلحة هيبلغ عنهم بدون تردد. فبتغير كيسي الموضوع وبتسأله عن صديقها فرانك. بيبدأ لوك يعيط بحزن جدا على مصير صديقه، فبتفهم كيسي ان صديقها مات وبتنهار عليه من الحزن. وتاني يوم بيروحوا كلهم جنازة فرانك، وبتبدأ كيسي تهتم بلوك وبتاخده المستشفى عشان يتابع العلاج، ولكنهم بيتفاجئوا بوالد لوك موجود هناك، وبيقول لهم انه هيبقى معاهم الفترة دي عشان ياخد لوك للمستشفى كل فترة، وبيحاولوا يقنعوه ما يتعبش نفسه لانهم خايفين يكتشف حقيقة جوازهم، لكنه بيصمم فبيضطروا يوافقوا عشان ما يشكش في حاجة. بيرجع لوك وكيسي البيت وبيقرروا يعيشوا في شقة كيسي سوا عشان يكملوا تمثيل انهم متجوزين، ولكن كيسي مش راضية خالص بالوضع ده، ولوك بيقول لها انهم لازم يكملوا تمثيل وإلا حقيقتهم هتتكشف وهيتم مقاضاتهم قانونيا، فبتضطر توافق. بتبدأ تتعود على الوضع ورجعت تكمل كتابة أغانيها اللي بيكون دايما لوك هو سبب إلهامها، وبيكمل لوك علاجه وصحته بتبقى أحسن وبقى يقدر يمشي كمان، وبدأ كل واحد فيهم يتعود على وجود التاني ويحبه، وبدأت الأيام بينهم تقربهم لبعض وقضوا سوا أوقات جميلة جدا، وبقى شيء واضح ليهم هما الاتنين إنهم حبوا بعض فعلا ومش محتاجين يمثلوا خلاص. تاني يوم التليفون بيرن، بيرد لوك وبيلاقي إنها والدة كيسي، وبيعرف منها إن في حد اقتحم بيتها، فبيروح لوك وبتروح معاه كيسي لبيت والدتها، وبيدخل عشان يشوف اللي حصل، وفجأة بيلاقي تليفونه بيرن، وبيكون جون اللي هدده هو المتصل، وهو نفسه اللي اقتحم بيت والدة كيسي كإنذار لدفع باقي المبلغ، وبيهدده إنه لو ما دفعش هيعرف الناس إن جوازه من كيسي جواز مزيف، وبيقفل. تاني يوم بيروح لوك لجون وبيهجم عليه وبيضربه، وبيهدده إنه لو قرب لمراته أو عيلته مش هيسيبه، ودفع له باقي المبلغ بالكامل وسابه ومشي. لكن طبعا جون ما سكتش بالسهوله دي، وفعلا كلم والده كيسي وقال لها انهم متجوزين جواز مصلحه وبيعرفها كل حاجه. بيرجع لوك البيت بيلاقي كيسي متعصبه جدا وبتلم شنطه هدومها وماشيه، ولما سالها قالت له ان والدتها عرفت حقيقتهم من شخص غريب وانه نفس الشخص اللي اقتحم بيتهم، فبيضطر لوك يوضح لها كل حاجه وعرفها قصه الشخص ده، وقال لها ان الموضوع اتحل خلاص. لكن كيسي فضلت متعصبة وحزينة لأن أمها تعرضت للخطر بسببه، وحزنها ده خلاها تقول له كلام سخيف زي إنها مش بتحبه وإنهم بيبسلوا على بعض مش أكتر، وكمان لازم ينفصلوا. وتاني يوم بتروح حفلتها وبتكون مش كويسة خالص، لكنها بتغني والجمهور بيكون مبسوط جدا من أدائها. لكن في الوقت ده لوك بيكون حزين جدا بسبب كلام كيسي ليه، لأنه بيحبها فعلا وإن اللي حصل خلاهم يخسروا بعض، وفجأة بيلاقي شخص مسؤول من الحكومة جاي له البيت وبيطلب منه إنه يروح معاه قاعدة الجيش، فبيخمن لوك إن قصتهم اتعرفت وإنه رايح يتحاكم، فبيروح وهو متوتر جدا، وبيتصل والد لوك بكيسي وبيقول لها اللي حصل وإن الجيش عرف حقيقة جوازهم وقبضوا على لوك وإن الدور عليها خلاص،
وبيسألها لو كان كل اللي بينهم ده كدب فعلا لأنه صدق إنهم بيحبوا بعض. فبتقول كيس الحقيقة إن الموضوع ما كانش كله تمثيل، وفي النهاية حبت لوك بجد وهو كمان حبها. بيجي يوم محاكمة لوك وكيسي بتروح طبعا، وبتتفاجئ لما بتعرف إن لوك بيقول إنه أجبرها على الجواز منه وإنها ملهاش أي ذنب في الموضوع، وإنها كمان ما كانتش تعرف نتيجة ده إيه لو اتكشفت حقيقة الموضوع، وإن كيسي بريئة. وبالفعل بيقرر القاضي إنها غلطته لوحده وبيؤمر باعتقاله، لكن بسبب إن لوك كان في البحرية بيقرر القاضي إنه يقضي فترة العقوبة في الجيش. وبتكمل كيسي حياتها وشغلها، وبقى عندها معجبين كتير جدا وشعبية، لكن كل ده ما خلاهاش تنسى لوك وكانت بتفكر فيه دايما وكان وحشها جدا. وجه اليوم اللي هيروح فيه لوك الجيش عشان يقضي فترة العقوبة، وكان بيودع أهله، وفجأة بيلاقي كيسي جاية تودعه، بتعترف له بحبها ليه وإنها مش شايفة إنها كانت تمثيلية، بالعكس كان جواز ناجح جدا. وبيعترف لها لوك هو كمان إنه حبها من أول يوم شافها فيه، وبتقول له إنها هتستناه لحد ما يخلص العقوبة عشان يبدأوا حياتهم مع بعض من جديد. وبعد فترة بتخلص فترة العقوبة وبيرجع لوك لكيسي وبيعيشوا مع بعض حياة سعيدة. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس الصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.